يا هلا والله والسلام عليكم، رجعتكم اليوم بمقطع جديد، ومقطعنا هذا اليوم بنتكلم فيه عن قصة التيك توكر كادي مع الحجاب، الشخصية هذه اللي اتفق على حبها الجميع. طبعا قصتنا اليوم عن كادي أحد مشاهير برنامج تيك توك وبدايتها مع الحجاب، فهذه البنت الله زرع فيها القبول والمحبة من قبل الجميع، وتقول كادي من فترة طويلة مرة وأنا أفكر في الحجاب، وإنه راح يجي يوم وأتحجب. وقبل ما تحجبت فترة من الزمن قطعت مواقع التواصل الاجتماعي لأن مو قادر أتقبل شكلي بدون حجاب، ولما أقفل البث وأبدأ أشوف المقاطع اللي تجيني وأشوف شكلي عجزت أتقبل الوضع ويجيني اشتمزاز من شكلي بدون حجاب ويضيق خلقي حيل، وكانت نفسيتي حيل تعبانة وفيني شعور بداخلي أني أبي أروح مكة أبي أرتاح وأنا مب راضية اللي قاعد أسويه أصلا. طبعا بعدها اتصلت بصديقتي وبديت أحكيها إنها أو أني أبي أتحجب، ونصحتني طبعا بالحجاب، قلتها أنا خايفة من شيء إنه لو تحجبت في مقاطع القديمة إنه لازم أحذفها وفيها إعلاناتي يعني راح أخسر أشياء كثيرة، وقالت لي من ترك شيء لله عوضها الله خيرا منه. هنا صفنت وجاتني لحظة صمت، وبعدها فتحت تويتر وبديت أشوف النصايح اللي تجيني بحسابي عن الحجاب، وفي ناس اسلوبها حلو وفي ناس اسلوبها حيل حيل مستفز، وبعدها انهارت وجلست أبكي، وبعدها طلعت من تويتر ورحت للتيك توك وجلست أحذف في المقاطع كلها، وجالسة تجيني شعارات في الردود كادي وش فيك المقاطع كلها جالسة تنحذف إلا مقطع واحد أحاول إني أحذفه مو براضي ينحذف، وخفت الناس تفهم غلط إني أبي أسوي إثارة أو درام، ورحت بعدها وكلمت الشركة وبالغصب انحذف هالمقطع، وبعدها افتكر الكثير إنه راح أحد، لكن أنا وقتها كل تفكيري هو الحجاب وكيف أرضي ربي لأن اللي كنت أسويه غلط والحمد لله إني رجع. وتقول كادي والله مبسوطة ولو يقولون بنرجع لك كل فلوسك اللي خسرتيها بسبب الإعلانات اللي كنت فيها يعني مو متحجبة وبنعطيك فلوس دبلها اللي انصرفت لك هذيك الوقت، والله ما يتغير رأي أبدا لأني مرتاحة والحمد لله أني تحجبت. طبعا لهنا انتهى المقطع، كان مقطع خفيف لطيف، أتمنى أن المقطع نال على إعجابكم وأتمنى أيضا أن نراكم في مقطع قادم بإذن الله. طبعا يا جماعة قاعدة أصور والله العظيم ولا أحد يعرف أنا وش بقول، والله العظيم أنه معي أخواتي اثنين بس يا واحدة نايم واحدة قاعدة، لكن الحياة فانية وبإذن الواحد لأحد أني بلتزم على الحجاب، بإذن الواحد لأحد ما راح أفسخ نهائيا، ويا رب يا رب ثبتني يا رب وثبت كل بنات الدنيا يا رب. حجة كأنت والله علامة حدا شيء، الله يرفع قدرهم إن شاء الله. يمو شعورك وأنا متحجبة؟ والله شعوري قسم بالله أمان كذا وصل قسم بالله لا يوصف، وصفي لما جيتك الصباح ولا يعلى عليه قسم بالله، وصفي لما جيتك الصباح قلت لك اما توقعتيها تقولي تخيلي قاعد اقول لها يما تحجبت تقولي شو مسوي من مصيبه، قاعد اقول يما انا قررت قرار، قالت جيب وش القرارات الجديده اللي انا حسيت فيها مصيبه وراها، بس بالله كيف يعني. بس بعدها صراحه اني فرحت والله العظيم اني جيت فرح لا يعلى عليها، بس ابوخر البطانيه تخيلوا أن أختي نايمة جنبها والله العظيم أنها تبتسم لي، وبالعادة أمي تصحى لا قاعدة تتأمل وجهي. طبعا أنا أول واحدة أقول لك صح يما؟ لا دق معي صاحبات المستانسين المستانسين لي أنا والله يما لكي أقسم بالله والله العظيم يما في بنات ما يعرفوني تخيلي مبسوطين والله العظيم خوياتي مستانسات والله يثبتها ونبشرت ويا رب يباركوا اللي كاني كأنك أم عروس والله العظيم والله طيب يعني شيء مو طبيعي. تدرين أنا انصدمت من وش؟ طيب يما تدرين وش ردة فعل الناس؟ أيوة شوفي والله العظيم ها من صغار من كبار من شباب من بنات كلهم من جميع الأعمار من بسطيلي اقسم بالله والله العظيم هذا شيء خلاني مبسوطه، كبير السنين انبسط لي، صغير السنين انبسط لي، سله كبرت السنين انبسط لي، كل الامه محمد لانه الحمد لله كل من يحبونت الحمد لله. لا والله عشان خطبه محبه ربه حبها البشر اللهم لك الحمد.
عشان الخطوة هذه أنا أقول لك جميع الفئات. الخطوة ذي الحمد لله يوم أنت مشيت يا ربك الحمد عسى الله أطلب من الله أن الله يثبت عليها. أسمعي أمانتك فندعي للي متمني للخير. إن شاء الله إن الله يوفقهم إن شاء الله ويسعدهم إن شاء الله. اللهم وأشكرهم إذا ما تمنى. فمن قبل ما ننتهي فبجيب لكم شيء أجمل شيء شفته اليوم. قطة في تركيا خطفت كيس دجاج من محل بقالة وقامت بأخذه إلى صغارها اللطيفين. طبعا ما حد اعترض على طريقة أبدا، خلوها كذا الحالة. الزبدة أنه المقطع قصير فقلت خلي حط ذا وبس. والله إذا وصلت لهذه النقطة اكتب لي أنا وصلت بتعليقات وأشكرك على ذلك. ترقبوا في مقاطع قادمة جالسة أشتغل عليها حاليا وبتكون أكثر مدة من هذه بحكم إنه في قصص في ترتيبات وفي شيء أبغى يعني مستنيه يجي. ولا من جاء هذا الشيء ممكن أصور بفترات كبيرة يعني إلى 15 دقيقة نوعا ما إذا قدرت 7 دقائق وفوق. طبعا هالمقاطع بس تكون تصبيرة على أساس إني جالس الحين أتعلم شيء ثاني وبحكم اني بطور شيء في القناه فعشان كذا تحملوني هالفتره او هاليومين 4 مقاطع كذا وبعدين بتصير شيء داعس باذن الله في هالقناه. فترقبوا متحمسين صراحه او متحمس انا صراحه. شكرا على 4000 مشترك صراحه شيء انجاز احسه بالنسبه لي. كنت في البدايات كانت يلا يجيني مشترك واحد كنت افرح يعني صراحه. اصعب شيء في اليوتيوب اللي لما توصل 1000 مشترك. الحمد لله وصلت ل1000 مشترك والحين 4000 فالرقم صراحة مهم بالنسبة لي. أشكركم واحد تلو الآخر واحد كلنا باسمه. أتمنى أن نبقى سوا ونكبر سوا وأن إن شاء الله ما ننقطع عن هالقناة. أتمنى أيضا بعد أني أراكم في مقطع قادم زي ما قلت لكم كلها فترة بس وأتعد وأنا أرجع أقوى من كذا ومقاطع أكبر من كذا. سيو أراكم بالمقطع القادم بإذن الله.